السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. والي الخرطوم يقرع جرس انطلاق امتحانات شهادة الأساس، والبرهان يزور مركز الامتحان شهادة الأساس بمنطقة الشجرة. عودة ميناء الأمير عثمان دقنال للعمل بعد تعهد الجيش بضبط تصرفات أفراده، ومجلس البجا يقول محاولة إقامة معسكر شمال الولاية لن تمر ونطالب بإقالة الوالي. وزارة المالية تعلن تطبيق زيادات جديدة على التعرفة الجمركية، ومباحث التموين تعلن القبض على 18 متهربا من تسديد حصائل الصادر. أهلا بكم إلى التفاصيل. قام والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة بقرع جرس معهد النور لتعليم المكفوفين بمحلية بحري إذانا بانطلاق امتحان شهادة مرحلة الأساس بجميع محليات الولاية. وقال عثمان في تصريح صحفي إن أوضاع العام الدراسي الحالي مستقرة رغم الظروف والتداعيات الأخيرة. زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مركز امتحانات شهادة مرحلة الأساس بمدرسة سلاح المدرعات الأساسية للبنين بمنطقة الشجرة. جاء زيارة البرهان للمركز في إطار جولة تفقدية في اليوم الأول لامتحان شهادة الأساس في ولاية الخرطوم. أعلن مدير الإدارة العامة لميناء الأمير عثمان دقنا بسواكن الكابتن بحري طه أحمد مختار عودة الميناء لمزاولة نشاطه عقب إغلاقه لفترة وجيزة أمس السبت. وقال مختار في تصريح لصحيفة السودان إن عودة التشغيل جاءت بعد تلقي إدارة الميناء تعهدا من قائد الجيش بمدينة سواكن بتأمين الميناء وضبط أفراد القوات النظامية الذين حاول بعضهم الدخول لمناطق التخزين دون اتباع اللوائح المعهودة. طالب المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة بإقالة والي البحر الأحمر علي عبد الله أدروب على خلفية اتهام بمحاولة تمرير صفقة لإقامة معسكر تدريبي شمال الولاية. وقال المجلس في تعميم صحفي إن سواحل البحر الأحمر ليست للبيع ولا لإقامة المعسكرات، وأن شرق السودان يحتاج للتنمية وتوفير الخدمات الضرورية لا يحتاج لمعسكرات تدريب، مؤكدا أن أبناء الشرق مستعدون للدفاع عن إقليمهم من كل أنواع الاستعمار بحسب البيان. أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادات جمركية جديدة بنسبة بلغت 100%، وذلك لتغطية عجز الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي. وتراوحت قيمة الزيادات الجمركية التي فرضتها وزارة المالية على مختلف السلع التجارية والغذائية المستوردة بين 10 إلى 40%، فيما أبقت على رسوم استيراد الفول المصري والبن والشاي بنسبة 3%، مع استمرار إعفاء العدس وتقاوي البطاطس والذرة الشامية من الرسوم الجمركية. من جهته أكد المدير الأسبق للجمارك صلاح الدين الشيخ أن الزيادات الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية سوف تساهم في انهيار الاقتصاد السوداني. وقال الشيخ في تصريح صحفي لموقع العربي الجديد إن رفع قيمة الجمارك على البضائع المستوردة سيؤدي إلى تراجع الإيرادات الجمركية بنسبة كبيرة نتيجة عزوف الموردين وأصحاب الأعمال والمستثمرين عن ممارسة نشاطهم هربا من الرسوم الباهظة، كما أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع الموجودة في السوق. ألقت إدارة مباحث التموين القبض على 18 شخصا من المصدرين المتهربين من تسديد حصائل الصادر للبنك المركزي. وأكد مصدر مسؤول في الإدارة بحسب صحيفة الحراك السياسي أن مباحث التموين رصدت مجموعة من الأسماء المصدرين المتهربين من توريد حصائل الصادر، وأصدرت أوامر بالقبض عليهم وإيداعهم في حراسات القسم الشمالي.
أعلن والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب عن تمديد فترة تخفيض رسوم المعاملات المرورية بنسبة 50% لأسبوع آخر. جاء ذلك خلال ختام فعاليات أسبوع المرور العربي، حيث أشاد العاقب بجهود شرطة المرور بالولاية ومبادرتهم بإعادة تأهيل شارع النيل، مجددا التزام حكومة الولاية بالعمل على تأهيل كافة الطرق الرئيسية في الولاية. توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري إبراهيم جابر إلى كل من جمهوريتي الغابون وغانا في زيارة رسمية، وتأتي زيارة الفريق جابر والتي يرافقه فيها مدير إدارة الاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالدولة لبحث مسار العلاقات الثنائية بين السودان وكل من البلدين وسبل تعزيزها وترقيتها. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن تمكن بعثة يونسيف من التوسط بين قبيلتي المسيرية ودينكا وتوقيع اتفاق سلام بينهما في أبيي. وقال ستيفان في تصريح صحفي إن زعيما القبيلتين أكدا التزامهما في تحقيق سلام دائم في منطقة أبيي من أجل حماية الأهالي والماشية والممتلكات الخاصة. التقى والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن مسؤولة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية الأمريكية. وقال نمير في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لقضايا النازحين والعدالة الانتقالية والأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور، كما ناقش اللقاء سير تنفيذ اتفاقية جوبا وكيفية معالجة العقبات التي تعترضها. لقي 13 شخصا مصرعهم وجرح العشرات جراء اندلاع اشتباكات قبلية بولاية غرب كردفان. وقال شهود عيان لموقع العين الإخبارية إن الاشتباكات وقعت في قرية الممسوكة بين قبيلتي المسيرية والحمر، وأضاف الشهود أن المنطقة تشهد حالة من الاصطفاف القبلي ودخول إثنيات أخرى على خط الصراع وسط غياب للسلطات الأمنية. أعلنت اللجنة العليا للعاملين بالسلطة القضائية دخولها في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ الهيكل الراتبي المجاز من قبل مجلس السيادة الانتقالي. وقالت اللجنة في بيان لها إنهم اضطروا إلى اتخاذ خطوة الإضراب عقب عدم الإيفاء بوعود صرف مرتب أبريل ومنحة العيد حتى الآن، وأوضحت اللجنة أنها ستستمر في الإضراب إلى حين تنفيذ كافة مطالبها. أكد القيادي في حزب الأمة القومي إمام الحلو وجود جهات ترغب بتعطيل الحوار وتعكر صفو أجواء المفاوضات التي تقودها الآلية الثلاثية، وانتقد إمام اعتقال قيادات الحزب الشيوعي دون توضيح أسباب الاعتقال للرأي العام، وطالب بعدم استعمال قانون الطوارئ في تصفية الخصومات السياسية في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن حلول للأزمة السياسية في البلاد. نفى مدير عام البنك الزراعي محمد آدم عبد الكريم ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديمه طلب سلفة مالية من شركات الدعم السريع بغرض شراء القمح من المنتجين. وأكد محمد آدم في تصريح لسونا أن السلطة الممنوحة له لا تمنحه الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، موضحا أن وزارة المالية والبنك المركزي هما الجهات المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات. وقال آدم إن الإجراءات القانونية اتخذ بحق جميع الصحف التي نشرت هذا الخبر. أبرمت الخطوط البحرية السودانية واتحاد الغرف التجارية اتفاقية مشتركة اليوم بحضور ممثلين من الحكومة السودانية وشركات عالمية. وقال وزير النقل المكلف هشام أبو زيت إن هذه الاتفاقية مبشرة جدا وستسهم في حل المشكلة الاقتصادية واستثمار رؤوس الأموال داخل الوطن. شهدنا اليوم انطلاق فعالية طيبة جدا ومبشرة جدا، وهي الفعالية الخاصة بإبرام الاتفاق التجاري ما بين شركة الخطوط البحرية السودانية الناقل الوطني البحري واتحاد الغرف التجارية السودانية. حقيقة هذه البادرة جاءت بمبادرة كريمة من السيدات والسادة أعضاء الغرفة التجارية لمبادرتهم في الإسهام في حل المشاكل
المشاكل الاقتصادية في البلد من استثمار أموالهم واستثمار أموال الغرف التجارية داخل الوطن، ولتأكيدا لمفهوم أن يعني 40% كما يقال في الأعراف الاقتصادية الدولية أن 40% من الاقتصاد الكلي أو الناتج الوطني الكلي هو قائم على مشروعات النقل وعلى تحسين البنية التحتية للنقل البري والجوي والبحري والنهري أيضا في حالتنا نحن في السودان. هذا الاتفاق من شأنه إن شاء الله تعزيز مقدرات الشركة وتزويدها بداخلتين على الأقل إن شاء الله في مقبل الأيام. أيضا الشركة قامت وقبل هذا الاتفاق بامتلاك عدد 500 حاوية مكافئة، وتسعى من خلال الأسبوع القادم تكملة العدد إلى 1000 حاوية، وتمت وهي قيد الإجراء حاليا. هذه الحاويات تخضع للمعايرة والمناصفة من قبل شركة لويدز البريطانية، وهي شركة متخصصة حضرت معنا اليوم هذه الفعالية، شركة متخصصة في منح التراخيص واللايسن الدولي الذي يسمح بتداول هذه الحاويات عالميا وفي جميع الموانئ العالم وجميع أعالي البحار في العالم. وفي ذات السياق شارك رئيس المجلس الأعلى لنظارة البجة والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك في حفل توقيع الاتفاقية، وقال ترك إن حضوره جاء تلبية لدعوة من وزير النقل المكلف مبشرا جميع العاملين في الملاحة بعودة الخطوط البحرية. اليوم نحن في مقر غرف تجارية أصحاب العمل والشركة شركة الخطوط البحرية، هذه الدعوة الكريمة التي قدم لنا وزير النقل والتي استمعنا فيه لكل الأوراق الطروحات والكلمات، واللي كانت تبشر حقيقة بالاستقرار في الاقتصاد الوطني. ونحن نقول أنه دلنا نبشر كل الإخوة الذين يعني يعملون في الملاحة البحرية أنه عودة هذه الشركة هو الضمان الرئيسي والضمان الكبير جدا للملاحة البحرية. وأيضا نقول أنه نبشرهم بأنه إن شاء الله بإذن الله هذه المواني تكون مفتوحة وإن شاء الله سينشئ المزيد من المواني. حذر المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية في ولاية الخرطوم من التعدي على غابة الصنوط، مطالبا المواطنين بالمحافظة على مكونات التنوع الحيوي في الغابة. وكشفت الأمين العام للمجلس بشرى حامد أحمد عن وجود بعض النشاطات البشرية التي تسببت بتدهور الحياة البرية في الولاية، مثل التعدي على الشواطئ النيلية وتحويلها إلى مجمعات سكنية وتراكم من النفايات والتعدي بالقطع الجائر على أشجار غابة الصنوط. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وللخرطوم يقرع جرس انطلاق امتحانات شهادة الأساس، والبرهان يزور مركز الامتحان شهادة الأساس بمنطقة الشجرة. عودة ميناء الأمير عثمان دقنا للعمل بعد تعهد الجيش بضبط تصرفات أفراده. ومجلس البجا يقول محاولة إقامة معسكر شمال الولاية لن تمر ونطالب بإقالة الوالي. وزارة المالية تعلن تطبيق زيادات جديدة على التعرفة الجمركية. ومباحث التموين تعلن القبض على 18 متهربا من تسديد حصائل الصادر. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.